مرحبا بكم أعزائي المتابعين، وصلنا إلى الصفحة 102 من مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. Lesson 7 Unit 7، الدرس السابع من الفصل السابع. Check my understanding. Read making a card. اقرأ صناعة أو عمل بطاقة. Again مرة أخرى. And tick وضع علامة الصح على yes or no، على نعم أو لا. نحن قرأنا في الدرس السابق making a card، والآن لنجيب هذه الأسئلة معا. Number one، we can send cards، نستطيع إرسال البطاقات on many special days، بالعديد من الأيام الخاصة أو المميزة. هذا صحيح، لأننا ذكرنا في عيد الأم وعيد الطالب وأعياد الميلاد وغيرها. Number two، buying a card، شراء بطاقة is cheaper، هو أرخص than من making your own one، من صنع بطاقتك الخاصة. هذه إجابة خاطئة، نضع علامة الصح على نو. فعمل البطاقة أسهل من شرائها. Number three, it is best. Number three, it's best to make a card. من الأفضل صناعة بطاقة using card، باستخدام البطاقة. Because it is thicker، لأنها أكثر سماكة. هذه إجابة صحيحة. You can use lots of different things. تستطيع استخدام العديد من الأشياء المختلفة to decorate your card. لتزيين بطاقتك. هذه إجابة صحيحة. You shouldn't use. لا يجب عليك استخدام glue الصمغ to make your card. لعمل بطاقتك. هذا شيء اختياري. نستطيع أن نستخدمه أو لا نستخدمه. فإذا لا نستطيع أن نقول لا يجب عليك أن تستخدم. فإنما تكون الجملة تستطيع استخدامه أو لا. فنحن وضعنا هنا أن هذه إجابة خاطئة، لأنه قال أننا لا يجب أن نستخدمه. Number six, we usually، نحن عادة write our message، نكتب رسالتنا inside the card، بداخل البطاقة. صحيح. You can use drawings. تستطيع استخدام الرسومات or cutouts أو القصاصات or both أو كلاهما on your card، ببطاقتك. نعم صحيح. Number eight، أخيرا، it is best not to fold. من الأفضل عدم إطباق the card، الكارت أو البطاقة or paper أو الورقة. هذه إجابة خاطئة. فمن الأفضل أن نطبق الورقة لكي يصبح لدينا كما درسنا في الدرس السابق مقدمة وواجهة ومنتصف ل البطاقة. هذه الحلول. والآن إلى تكملة الصفحة 102. Choose two words. استخدم كلمتان to match، لكي تطابق. Each verb، كل فعل. And circle them، وضع حوله دائرة. Number one، have. have بمعنى الحصول على أو الامتلاك أو عمل. هنا have a party، عمل حفلة. إذن a party صحيحة. Have a weekend، عمل نهاية أسبوع. طبعا لا. My school، مدرستي. A celebration، احتفال. نعم. فإذا have a party، عمل حفلة، أو have a celebration، أو عمل احتفال. Number two، give a present، إعطاء هدية. Give a card، إعطاء بطاقة. هذه إجابتين صحيحات ومناسبات للفعل. أما give decoration، إعطاء تزيين، ليست مناسبة. Give this weekend، إعطاء هذا، إعطاء عطلة نهاية الأسبوع هذه. طبعا هذه غير مطابقة. فإذا الأولى والثانية. Number three، help، مساعدة. Help your parents، مساعدة أهلك. Help everything، everything كل شيء، الأشياء الغير حية لا تحتاج مساعدة. Shopping، help shopping، المساعدة، مساعدة التسوق. طبعا لا. Help my mother، help my brother، مساعدة أخي، هي المناسبة. Make، عمل. Make my grandma، طبعا لا. Make a cake، عمل كيكة، هذه صحيحة ومناسبة. Make a poster، عمل ملصق، هذه مناسبة. Make my bedroom، عمل غرفة نومي، كلا. Number five، write a present، كتابة هدية، كلا. Write a list، كتابة قائمة، صحيح. Write a message، كتابة رسالة، أيضا صحيح. Write a surprise، كتابة مفاجأة، لا، غير مناسبة. Number six، choose your paper، اختر ورقك. Choose your drawing، اختر رسمك. هالاثنتين
الاثنتين مناسبة. Choose your idea، اختر فكرتك، أيضا مناسبة. Choose your birthday، اختر ميلادك، هذه غير مناسبة. ولكن الأفضل your paper و your drawing. Number 7 use، استخدم. Glue، الصمغ، مناسبة. Scissors، المقص، مناسبة. A party، كلا لا نستخدم الحفلة. A present، ولا تطابق present مع use. وآخرا send، number 8 send a message، إرسال رسالة، مطابق. send a smartphone، إرسال هاتف ذكي، غير مطابقة. send an email، إرسال بريد إلكتروني، مطابق. send balloons، إرسال بالون، غير مطابق. الكلمات المطابقة هي التي وضعت حولها دائرة. والآن P for project، هذا مشروع طريقة عمل الكارز، لنقرأها معا. We made a poster، عملنا ملصق. About making a Mother's Day card، لعمل بطاقات يوم عيد الأم. Don't forget، لا تنسى. It's on 21st March، لا تنسى إنه في يوم 21 من مارس. Every year، من كل سنة. Our Mother's Day card، بطاقة عيد الأم الخاصة بنا. هنا مجموعة من البطاقات. Our mom's favorite color، our mom's favorite colors، لون أمنا المفضل. Are blue and pink، هو الأزرق والوردي. هذه الصورة. First، أولا. We folded the card in half، نطبق الكارت إلى نصفين. She likes animals، إنها تحب الحيوانات. Birds، الطيور. And flowers، والورود. We put flowers، نضع الورود. Around the card، حول البطاقة. To make a border، لعمل إطار. We draw two rabbits، نرسم أرنبين. And two birds، وطائرين. In the middle، في المنتصف. وهذه الصورة. We wrote happy Mother's Day، نكتب عيد أم سعيد. At the top، في الأعلى. We wrote our message inside the card، نكتب رسالتنا الخاصة بداخل البطاقة. We made an envelope، نصنع ظرف ونضع البطاقة بداخله. والآن إلى lesson 8، درس الثامن من unit 7، الفصل السابع. A card for our teacher، بطاقة لمعلمتنا. Listen، استمع. Look، انظر. And read، واقرأ. الصورة الأولى. It's 2 weeks before Teacher's Day، إنه أسبوعين قبل عيد المعلم. On 1st March، في الأول من مارس. We are going to make، سوف نقوم بعمل. A special card، بطاقة مميزة. For our teacher، لأجل معلمنا. الصورة الثانية تتحدث عن. We bought some colored card، اشترينا بعض البطاقات الملونة. In the mall، من المول. We can make the envelope، نستطيع عمل الظرف. With white paper، بورق أبيض. الصورة الثالثة. 3 Our teacher's favorite colors، ألوان معلمتنا المفضلة. Are، هي. Yellow، الأصفر. And green، والأخضر. She likes birds، إنها تحب العصافير أو الطيور. And butterflies، والفراشات. 4 We wrote، كتبنا. Happy Teacher's Day، عيد معلم سعيد. At the top، في الأعلى. And drew leaves round the card، ورسمنا أوراق حول البطاقة. To make a border، لعمل إطار. 5 I'm good at drawing، أنا جيدة أو أنا جيد بالرسم. So I drew the butterflies، لذا رسمت الفراشات. باسم made two birds، باسم قام بعمل طائرين. With cutouts، بالقزازات. They are very good، إنهما جيدين للغاية. 6 We wrote a rhyme، كتبنا إيقاع. For the inside of the card، لأجل داخل البطاقة. Dear teacher، عزيزي المعلم.
You help us every day. أنت تساعديننا كل يوم. You help us learn. أنت تساعديننا بالتعلم. You help us play. أنت تساعديننا باللعب. Thank you. شكرا لك. On this special day. بهذا اليوم المميز. باسم. Read out the rhyme and I'll write it. اقرأ الشعر أو الكلمات وأنا سأكتبها. الصفحة 105. نهاية الصفحة 105. 7. باسم is good at making things. باسم جيد بعمل الأشياء. And so ولذلك he made the envelope. قام بعمل الظرف. By folding a square piece of paper. بطوي قطعة مربعة من الورق. 8. Our teacher. معلمتنا liked her card. أحبت بطاقتها. And was very happy. وكانت سعيدة جدا. On Teacher's Day. بيوم المعلم. All the class. كل الصف. Clapped loudly. صفق بصوت عال. And say thank you. وقال شكرا. إلى هنا ينتهي الفصل السابع من مادة اللغة الإنجليزية. انتظرونا قريبا في حل نشاط الفصل السابع بإذنه تعالى. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. نتمنى أن يكون الدرس قد نال استحسانكم. وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذنه تعالى.